اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وشكرا لجمهور مصر العظيم على ما حدث خلال اربع مباريات لا يستحق فيهم منتخبنا الوطني الوصول حتى الى دور الثمانيه. اربع مباريات الحقيقه كنا دائمين الدعم لمنتخبنا الوطني وبكل الاوجه وبكل الاشكال، ولكن كلنا كنا نعلم ان منتخبنا الوطني بعيد تمام البعد عن الوصول حتى لدور الثمانيه. عموما شكرا لجمهور مصر العظيم. احسن حاجه في هذه البطوله ان احنا عرفتنا قد ايه الجمهور لما بيبقى عايز يعمل حاجه هيعملها، بعيدا عن مدير فني سيء، بعيدا عن لاعبين او بعض اللاعبين الذين لا يستحقون ارتداء تيشيرت منتخبنا الوطني، ولكن يظل جمهور مصر هو دائما السند الحقيقي لبلده في الوقت اللي محتاجاه له، وده كان الوقت اللي محتاجاه له خلال الاربع مباريات السابقه، ثلاث مباريات في دوري المجموعات ومباراه في دور الستاشر. يستحق جمهور مصر، يستحق هذا الجمهور العظيم ان احنا نرفع له القبعه ونقول له الف شكر ليك الحقيقه. وانا متاكد ان خلال بقيه البطوله جمهور مصر كالعاده عشان البطوله تكمل بهذا النجاح الرائع والمبهر بعيدا عن النواحي الفنيه والامور الاخرى هنتكلم فيها دلوقتي، ولكن ليظل دائما الجمهور المصري وفي في كل شيء، وان شاء الله البطوله هتكمل بهذا الشكل وبهذا الجمهور العظيم اللي هيحضر كل المباريات القادمه ان شاء الله.